الفئات الأخيرة بكل نحن نعمنا ونعم وادي حضرموت وسيون بأمن استقرار في خلال العشر أيام الماضية، ولكن الكل سيغادر وتعود الوحدات إلى أماكنها وسنترك في الواجهة. لا تتركون وادي حضرموت وتتركون قياداتها في هذا الملعب الكبير. نحملكم الأمانة زي ما أمنتوا وادي حضرموت وسيئون في العشر أيام الماضية، تحملوا كل أبناء أمن واستقرار أبناء وادي حضرموت في الأيام القادمة. جهود فعلا أثرت وكان شايف المواطن، فلا تجعلوا المواطن يقارن يتمنى أن تكون سيئون مستمرة في هذه الاحتفاليات حتى يؤمنوا. لا، هذا أمن يا مار وقدمت سيئون واستقبلت، ولكن في الجانب الآخر كلين كرفت ويروح يتركون نحن في سيئون لمصيرنا القادم. هذه رسالة واضحة وجهة لكل الأخوة في التحالف والأخوة كقيادات، رئيس الأركان موجود والرئيس الأمني موجود، وكيل الأمن السياسي موجود، وكيل وزارة الداخلية حضرنا، لكن هذه رسالة وأمانة أنقلها لكم عفوا عن إطالة ولا هو فان تقيم من باب التذكير في هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله.